ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. رسمة جديدة النهاردة، يلا هاتوا الورقة والألوان وتعالوا نشوف هنرسم ايه النهاردة. هرسم معاكم رسمة سهلة جدا، هرسم معاكم بيكاتشو. أول حاجة بدأت بيها هي الودن اللي من فوق كده بالشكل ده، وبعد كده عملت قوس صغير اللي هو جزء من راسه، والناحية التانية الجنب بتاع الوش. بعد كده هعمل الودن التانية، شايفين بمنتهى البساطة اهو وبتفاصيل سهلة جدا. بعد كده هعمل كده، انا خلصت يعتبر الراس. هبدأ اعمل الايد اللي من على جنب بالشكل ده اهو، وجزء من جسمه، هنزل بجزء من جسمه، وبعد كده رجله الصغنونة بالشكل ده. الناحية التانية برضو هبدأ أعمل جسمه ورجله، وهسيب مكان للإيد بالشكل ده أهو. بعد كده هرجع أعمل الإيد تاني بعد ما عملت بقية الجسم والرجلين. بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم ان انا وانا صغيره كنت بحب الكرتون ده جدا، وحتى الان برضو بحب الكرتون ده جدا. هبدا بعد كده اعمل العين، هعمل دايره كده صغنونه، والناحيه التانيه كمان دايره صغنونه، وبعد كده قوس كده صغير، والناحيه التانيه كمان كأن نص دايره جوه. والمناخير بصوا عملتها بمنتهى البساطة ازاي. بعد كده الفم، شايفين ملامحه بدأت تظهر ازاي. وبعد كده هعمل الخدود المدورة اللي على جنب، بتبقى شكلها حلو قوي وكيوت بالشكل ده، والناحية التانية كمان. كده جزء كبير من الرسمة خلص، فاضل بس تحديد العينين والديل بتاعه، وبعد كده تقدروا تلونوها بمنتهى البساطة. هبدأ أعمل الجزء الخط اللي فوق ده اللي بيكون أسود في الودن بتاعته، والناحية التانية كمان، وهنا هعمل الديل. بعد كده هبدأ بقلم اسود ماركر او القلم الاسود اللي برسم بيه عادي، اظلل جزء من العين، وفي نفس الوقت عملت دايرة صغنونة تحت عشان تدي لمعة للعين، عشان يكون شكلها زي ما انتوا شايفين كده معايا. بصوا حلو قوي كده. زي الناحية التانية برضو عملت دايرة صغنونة، وبدأت حواليها الون باللون الاسود بالشكل ده. نفس برضو الكلام ده هعمله في الفم، هبدأ أظلل الجزء ده عشان يدي شكل أحلى للفم بتاعه. لحظة بس بغير القلم، بجيب قلم ماركر عشان يبقى أسرع معايا في التظليل. بالشكل ده كده. وكمان الودان هبدأ ان انا اظللها باللون الاسود. قولولي ايه رأيكم في الرسمة؟ لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا القناة تشتركوا فيها، واللايك الحلو تحت على الفيديو عشان بيشجعني جدا. وباي باي.